الأربعاء 22 ماي 2024. جيت لكم لمدينة الصخيرات. مدينة الصخيرات متابعي الأوفياء، هنا محطة الصخيرات للسكك الحديدية. غادي يكون واحد مشروع كبير، مشروع الار او ار ريجيونال، تران ريجيونال، غادي يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم من هنايا. وغيكون محطات غيتزاد، وغتكون هادي وحده، غادا تكون ميموزه جوج، بوزنيقه، غادي تكون عين عتيق، غادي يكون واحد المجموعه على الطول ديال الطريق، نقاط استراتيجيه باش تحل لنا الازمه ديال النقل اللي كاينه خصوصا في ميموزه. فميموزه مع الصباح الباكر واحد الحاله ديال التنقل صعيبه بزاف. هنايا السؤال اللي غيبقى مطروح هو واش التكميله غتشمل لينا من الراس حتى لعند المحطه في الاسفلت ولا حد هنايا؟ واحد. ثانيا، والهلال اللي امام الدرك الملكي واش غيدوروه ولا ما غيدوروش، ولا غيبقى بوحدو ولا غيفوتوه؟ هنايا الا باقيين عاقلين كندز لينا هنا، كندز القادوس ديال مياه حماية الفيضانات. فحماية الفيضانات كان هنايا داخل مع البريفة، هما اللي كانوا داروه. وهنايا أول حاجة داروها تمت العملية ديال الرش، هي الأولى رابطاو جوج، ومن بعد ما رابطاو دازو العملية ديال التشطاب. العملية ديال التشطاب كلشي هادشي دارتو هاد البوبكات، رابطات وشطبات وقادات. الجوكر تبارك الله ما شاء الله، الله يسر لي الامور، مسؤولين السلامه. وعندنا هذا الهلال هو، واش غادي يتعاود ولا ما يتعاودش، داكشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هنايا خوتي الا رديتو البال، كاين عندنا طريق جايه ميله، وهذا الرومبا ميله، والتهويده هاوده لهنايا حتى لعند المحطه. ولا رديتو البال كاين عندنا هنايا واحد لابونت، هنا الا رديتو البال في هاد لابونت كاين عندنا هاد الكانيفو. هاد الكانيفو محال واش غادي يهز لينا السيرشارج ديال سميتو، محال واش غيهز لنا السيرشارج، محال، لان النسبة ديال المياه اللي كتهود هنايا كتيرة، كلها غادي تهود لهاد الكراج. شوف غتهود لهاد الكراج. اذا هنايا اش غيخصهم؟ غيخصهم جوج ديال الحوايج، غيخصهم هنايا الهلال يكون طالع بالزفت باش الماء من يجي يهود ويمشي في حالاتو، يخصم كانيفو كبير يكون المياه اللي باش من يدخل الماء يجي الماء ويدخل من تحت، يجي الماء من يدخل لتحت مدرسة السعديين، يدخل الماء من هنايا صافي يخرج من ليه ويكمل الطريق ديالو. هنايا كوريجاو داروا لابونت لهذا الشيء. نمشيو دابا باش نشوفوا هنايا نهار كبير هذا، كلشي بخير. يعني انت غتدخل من هنايا سيفتي مرحبا سيفتي، هذه زعما الامن والامان بالانجليزيه. مرحبا سيفتي هكا، هذا هو الشعار ديالهم سيفتي. دابا نشوفو سيفتي، عرفوهم راه الجيزة تما داخلة الجيزة. هنايا عندنا الرومبا، اليوم غادي يخدمو الرومبا، وأصعب حاجة هي الرومبا. نشوفو تقنية السلامة كيفاش دايرة. مرحبا بك إلا جيتي. هنايا في تقنية السلامة شدو لينا الرومبا ويقسموها لينا، شوف ضربو لينا هاد لابارتي من هنايا باش غادي تمشي. ودخلوا لينا لهنايا للداخل، اصعب حاجه في الخدمه هو هذا الراكور ديال جيغاتوار ديال الرومبون، هو اصعب حاجه. نمشيو حتى لعند الخضاره اللي هي صافي هما يحبسوا، صافي سدوا الشغل ديالهم وسدوا من هنايا ما سدوهمش.
الدراري اليوم ممنوع ما تدخل ممنوع. الله مصلي عليك رسول الله. ورغم ذلك نار فلاكا طريق اصعب عشاء هي الرومبا. ضربوا لنا الفيراج دار. شوف ضربوا الفيراج دار. خصك تكون مريق الا ما كنتي شيفور صحيح ما تجيبش الرويد مع 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 النورما. هو خصك هيك حاز مازال شويه لقدام غادي يرجع عاوتاني باش يجيبها النيشان. شوف صافي يحبس دابا شوي غير خصو يفراني خص الرويد يجيو مع النورما. الا ما جاوش الرويد مع النورما ما كاينش شي. صافي قال لي يدفع ليه هو دفع ليه هو قال لي عاوتاني براكي هاد الجي كلشي براكي كلشي هو براكا كلشي هما جابهم النيشان لاصقين شي الخبره هنايا في في النورما. صافي بدا يخوي صافي يطلع دابا وغيدير غيدير بوامور دابا مع كاينه الهبطه غيفريني ياك وردوا البال فينيشير شنو غادي دير. مرحبا مرحبا الله يستر امركم. شكرا شكرا فريق الاس او اس فريق الاس او اس تحيه اليوم كاملين. اجي تشوفوا دابا هادي كيفاش غادي دير ولي هبط هبط. هنايا كان ليكيب ديال نور الدين هضروا علينا من الصوت. كان هنا ليكيب دي العماري ترانس تحيه ليهم. صوت الماء. مرحبا 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 صافي غيتسناو الفينيشير تخرج هذيك اللي من اللي باش يلاقيوهم بجوج وغيدفعوا حتى للراس اللي هنايا في الوقت اللي غيدفعوا هنايا غادي يستربيو باش تبرد بالزربه باش يدخلوا لينا عند الدرك الملكي هذاك المكان ديال الدرك الملكي باش صافي يستربيو عاوتاني هذيك البلاصه. هذيك البلاصه خاصها تخوى من الحديد. الا ما خواتش من الحديد غيكون عندهم مشكل. المشكل اللي غيكون عندهم دوز بنتي المشكل اللي غيكون عندهم هو الطريق مضيقه تما يلا غدوز فينيشير وحده. اذا خصهم من دابا يبداو يعلموا في الناس يبداو يخويو لهم باش ملي تدخل تما كاينه فينيشير باش ما يكونش عندهم مشكل. اذا المشاكل اللي كاينين جوج كاين عندنا هذاك الكراج اللي شفتوه اللي كيهود لتحت ديال هذيك الباطيمه لتحت ديالو فيه الميال الا ما تصلحش هذا كيبقى عندهم مشكل كبير ويقدروا يكونوا الشتاوات كبيره ويقدروا يغرقوا هذوك لان الشتا والفياضه حيت جاوا في المجرى ديال النهر ديال الواد الموسمي. المجرى ديال الواد الموسمي هو كيجي من الفوق كاينين هنا الفوق شي هضاب دابا نديكم نوريهم لكم وكلشي داك الماء ديال داك الهضاب كيكب كاملو وكيدخل معاه هنايا صافي زوين. واحد الديكور غنوريه لكم هادشي كاين شي هضاب وشي فيراجات واحد الطريق كتخرج من هنايا واحد الطريق كتخرج من هنايا ديريكت حتى لتمسنا باش نارو نديكم معاه من هنايا النيشان تبقى غادي من هنا من هنايا كتلقى واحد الكروازمون واحد الكروشي
كيجمع لينا الناس اللي غاديين للصباح الصباح والناس اللي جايين للصخيرات كيتفرقوشهم وكتضرب تقريبا واحد 3 ولا كيلومتر صافي كتدخل فواحد الفيراجات والجبال صافي وكي كتمشي اذا غنتسناو الفينيشير تخرج لينا من هاد البلاصه والدراري ديال لي كومباكتاجي كومباكتيو ونشوفوا هاد المساله. اذا المتابعين الاوفياء خديتو فكره شنو كنخليتكم على خير وما كان غير الله الوطن الملك وانا مشيت.